زعما وزعما غيلوح فيدنا اللي كان غادي يلوح داك الفيديو اللي بسبابه دابا هو معتقل. نهار اللي كان غادي يلوح داك الفيديو عند هذه النقطه قلتي الفيديو اللي بسبابه معتقل. آه. الفيديو فيه الفيديو اللي كان عطى لولدو الشيشه اللي كان عطاه الشيشه بسبابه تعتقل. شكون اللي دار به شكايه؟ على ما اظن انا لما قالوا لي قال لك جمعيه ديال الاطفال جمعيه حقوق الاطفال هي اللي تابعته هي اللي دار به شكايه لانه حط داك الفيديو ديال الشيشه. اه والبارح البارح انايا ملي كنت كنت كنصوني عليه قبل ما يتشد كنت كنصوني عليه وداك الشيء شويه دخلت للستوريات ديال سليمه لقيتها كاتبه الحمد لله. الحمد لله. اذا شنو اذا هي عارفه راه غادي تشد اذا هي مبلغه به ولا شي حاجه. هذاك المهم هذا ميساج غادي نوجهه لسليمه كيف ما كان الحال اختي راه كيبقى راجلك كيف ما كان الحال كيبقى راجلك كيبقى بوت ولادك انايا غير صاحبي وبقى فيا فما بالك انت اللي راجلك ودوز معاك الحلوه والمره كيف ما كان الحال كيبقى راجلك.